مشاهدينا الكرام، للحديث أكثر حول موضوع التطورات الأمنية والمعتقلين والمخبر السري ينضم معنا الخبير الاستراتيجي محمد الحيان. أستاذ محمد، مرحبا بك. مرحبا، أهلا وسهلا. بداية أستاذ محمد، القرارات التي تم توجيهها قبل أيام إلى محاكم الاستئناف بضرورة التدقيق في أسامي المشتبه بهم وأسامي المعتقلين وموضوع تشابه الأسماء كانت خطوة جيدة، لكن ماذا عن الموجودين في السجون؟ ماذا عن الأبرياء الموجودين حاليا في السجون؟ هل هناك إجراءات فعلية لإنصافهم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لحضرتك ولكل مشاهدي قناة دجلة الكرام. بالحقيقة ملف المعتقلين من الملفات السياسية والأمنية والإنسانية الشائكة في العراق حقيقة، لأنه مرت عليه سنين طويلة والكثير من الشخصيات والمنظمات ويعني الوحدات الأخرى يطالبون بضرورة يعني أن يكون هذا الملف منصف، على أقل تقدير أن يكون منصف وأن تتحقق العدالة في التعامل مع المعتقلين. حقيقة غياب العدل يعني لا توجد قيمة لوجود الإنسان. المعتقلين الموجودين حاليا في العراق حقيقة ينقسمون إلى قسمين أساسيين، قسم منهم حقيقة ضحية المخبر السري وهذا الأمر معروف، أقصد الأبرياء منهم، أنا أقصد الأبرياء، قسم منهم ضحية المخبر السري والقسم الآخر هم ضحية المحقق الغير مهني الذي يستخدم أسلوب انتزاع الاعترافات بالقوة. ولطالما حقيقة طالبنا بأن ينصف هؤلاء ويصدر يعني حقيقة عفوا عاما عن المعتقلين الأبرياء لكي يخرج هؤلاء، لأنهم حقيقة لن يرتكبوا ذنب يعني يؤدي بهم إلى أن يمضوا سنين طويلة في الاعتقال. ملف المعتقلين حقيقة ملف شائك جدا، ملف حقيقة تدخلت فيه الكثير من المنظمات الحقوقية ومنظمات حقوق الإنسان، واشتكوا الكثير من المعتقلين في معتقلات مختلفة أنهم يتعرضون إلى انتهاكات كبيرة جدا من خلال عملية انتزاع الاعترافات بالقوة وسوء المعاملة، وحتى طريقة الاعتقال حقيقة لم تكن وفق الضوابط القانونية المتعارف عليها. الكثير من المعتقلين حقيقة تم اعتقالهم عشوائيا في مناسبات متعددة، مثلا هناك مؤتمر القمة اللي حصل قبل يعني 4 سنوات في العراق، تم اعتقال أعداد كبيرة بالمئات بل بالآلاف من مناطق حزام بغداد، قسم منهم لحد الآن يقبعون في السجون، تم اعتقالهم عشوائيا من المناطق يعني من دون ذنب، وقسم منهم لحد الآن في السجون. المشكلة الأخرى أن المعتقل يعني يدخل إلى السجن ولا يعرض إلى المحاكمة إلا بعد مرور سنين عليه، وهذا حقيقة خلاف القوانين وخلاف يعني الأنظمة السارية في العراق. يعني المعتقل عليه أن يعني يقدم على أقل تقدير إلى القضاء يعني بظرف 24 ساعة أو 48 ساعة. مع الأسف المعتقل يمضي سنين طويلة في الاعتقال ولم يعرض إلى القضاء. هذا من جانب. الجانب الآخر، عندما نطالب يعني إصدار عفو عام عن المعتقلين، نحن نعني المعتقلين الأبرياء الذين لن يرتكبوا جرائم قتل أو جرائم أخرى بحق الناس الأبرياء. هؤلاء المعتقلين في السجون أعدادهم كبيرة جدا، نحن متأكدون من ذلك، وعندما نقول يجب أن يصدر عفو عام عن المعتقلين نحن نعني ما نقول، نعني المعتقلين الأبرياء، يجب أن يتم الإفراج عنهم ويجب أن يجري تعويضهم عن ما يعني قضوه في هذه السجون لهذه السنين الطويلة، لأنهم لن يرتكبوا حقيقة ذنب يعني يجعلهم أن يمضوا هذه الفترة الطويلة في السجن. لكن حقيقة لا أحد يسمع، الحكومة العراقية حقيقة غير مبالية لهذا الموضوع بالرغم من التقارير التي تكتب عن هذا الموضوع، تقارير منظمات دولية وتقارير منظمات حقوقية أخرى ومنظمات حقوق الإنسان كتبت الكثير عن هذا الموضوع وأثبتوا بالدليل وبالصور حقيقة وبالاعترافات أنه هناك معتقلين أبرياء تم انتزاع الاعترافات منهم بالقوة بسبب يعني حقيقة سوء إدارة التحقيق في الكثير من المعتقلات، بالإضافة إلى يعني قضايا المخبر السري وما أدراك ما المخبر السري. هذا حقيقة موضوع مهم وملف يعني شائك وملف حقيقة ساخن مضت عليه سنين طويلة. أتمنى على الحكومة العراقية أن تعير أهمية كبيرة لهذا الموضوع وتطلق سراح المعتقلين الأبرياء. يعني الموضوع حقيقة يتعلق ب أرحب بك من جديد أستاذ محمد في نشرتنا، ولكن لماذا كل هذا التسويف والمماطلة في حل ملف مثل هذا الملف والذي وصفته منذ قليل بالشائك؟
لربما هناك إرادات سياسية حقيقة، لربما هناك إرادات سياسية تقف وراء عدم يعني إمكانية الحكومة لتسليط الضوء على هذا الملف وحله، ولربما هناك يعني استمرار لسياسة الثأر والانتقام مع الأسف لفترة طويلة شهدناها مع الأسف بالتعامل مع يعني مكون بعينه. هناك حقيقة نسبة كبيرة من المعتقلين ينتمون إلى مكون بعينه وينتمون إلى مناطق بعينها، وهذا حقيقة يعني موضوع حقيقة غير صحيح، موضوع يعني شائك، موضوع معقد جدا. نتمنى على الحكومة العراقية أن تقف على مسافة واحدة من جميع العراقيين بدون استثناء، ونتمنى أيضا على القضاء العراقي أن يعني يقف حقيقة يعني بجدوى بحزم اتجاه هذه القضايا الشائكة، أقصد قضايا المعتقلين الأبرياء اللي تم انتزاع الاعترافات منهم بالقوة أو اللي تم حقيقة اعتقالهم لسنين طويلة على أساس المخبر السري. هذا موضوع حقيقة لطالما طالبنا يعني كثيرا في الإعلام وفي أماكن متعددة أنه يجب أن يتم يجب أن يجري إطلاق سراح المعتقلين بإصدار قانون عفو عام، ليست كقانون العفو العام السابق التي صدر في البرلمان مع الأسف والتي سمي قانون عفو عام، لكنه كان خاصا كان المقصود به إطلاق سراح بعض الفاسدين وبعض المجرمين الذين ينتمون إلى جهات سياسية معينة مع الأسف. والناس الأبرياء والناس اللي لم يرتكبوا جرائم مكثوا في السجون لحد هذا اليوم لن يتم إطلاق سراحهم بالرغم من وجود قانون عفو. مع الأسف يعني نتمنى على البرلمان العراقي المقبل ونتمنى على يعني الأخوة المعنيين بهذا الشأن أن يسلطوا الضوء بشكل دقيق على ملف المعتقلين، لأنه ملف إنساني بامتياز. هذا الملف أقصد ملف المعتقلين وملف المغيبين أيضا خلف حقيقة جيوش من يعني نعم النساء الأرامل وجيوش من اليتامى وجيوش من أصحاب الاحتياجات الخاصة. من لهؤلاء لم تكن الحكومة العراقية جادة في التعامل مع هذا الملف؟ من يقف لهؤلاء اليتامى؟ من يقف لهؤلاء النساء الأرامل لم تكن الحكومة العراقية والقضاء العراقي جادين بالتعامل مع هذا الملف؟ صحيح. هذا ملف حقيقة إنساني قبل أن يكون ملف يعني حقوقي وقبل أن يكون ملف أمني، لأنه حقيقة هناك عوائل كثيرة مهجرة الآن، عوائل كثيرة يعني لديها اليتامى ولديها بالطبع يعني بالطبع أستاذ محمد هو ملف إنساني وضد معايير حقوق الإنسان، يعني صعبة وقاسية جدا في ظل غياب رب الأسرة وغياب أبناء الأسرة الذي قسم منهم حقيقة لا يعرفون أين هم لحد الآن. بالمناسبة هم يعني هناك أستاذ محمد هو ملف إنساني وضد معايير حقوق الإنسان، وأنت تكلمت وقلت المخبر السري، وما أدراك ما المخبر السري؟ طيب هذا المخبر السري ألم يثبت فشله في تحقيق المرجو من وظيفته؟ أنا لا أتحدث هنا عن إلغاء المخبر السري، دول عديدة بحاجة إلى المخبر السري ويثبت فعاليته في العديد من الدول، لكن ما هي سبل الارتقاء بعمل المخبر السري في العراق؟ هل تعتقد أن هناك طريقة معينة لتأهيل المخبرين السريين للتعامل مع المواطنين بصورة أرقى مما نشهده حاليا؟ أنا بالحقيقة أعتقد الاعتماد على المخبر السري ليست هو الحل الأمثل بالنسبة للقضاء العراقي. القضاء العراقي يجب أن يمتلك الوسائل ويجب أن يمتلك الإمكانيات التي تؤهله من الحصول على المعلومات الدقيقة، ليست عن طريق المخبر السري. هناك وسائل كثيرة للحصول على المعلومات، هناك وسائل استخباراتية كثيرة تثبت بالأدلة لوجود هذه المعلومات أو للإثبات بصحة هذه المعلومات، وليس الاعتماد على المخبر السري. المخبر السري حقيقة لربما يكون عدو لهذا الشخص المعتقل، لربما يكون مكره لهذا الشخص المعتقل وما يدريك، يعني لم يكن هو مكره له ويعني يكتب عليه كتابات حقيقة غير صحيحة الغرض التنكيل به والإلقاء فيه في السجون. هذا موضوع معروف، ولكن القضاء القوي والقضاء النزيه والقضاء المهني يعتمد على أساليب أخرى غير المخبر السري بالحصول على المعلومات. هذا من جانب المعتقلين. الجانب الآخر والمهم يعني لدى القضاء العراقي، هناك أناس مغيبين حقيقة غير معتقلين، أهلهم لا يعرفون عنهم شيء، لا هو معتقل ولا هو متوفى. يعني الأهالي يطالبون. نعم أستاذ محمد، أنا نتحدث عن منذ سنين طويلة بالمغيبين الذين تم تذهيبهم قسرا في مناطق مختلفة من العراق في محافظة الأنبار.
أستاذ محمد بهذا الملف تحديدا ملف المغيبين وهو ملف شائك أيضا حاله حال ملف المعتقلين، لماذا إلى هذه اللحظة لم يتم حل هذا الملف على الرغم من الوعود العديدة سواء من قبل البرلمان أو من الحكومة لأهالي المغيبين لإيجاد حل لهذا الملف؟ حقيقة الملف المغيبين هو الملف الأكثر يعني سخونة، آخر هذا ملف حقيقة خطير جدا وملف شائك، لطالما طالبنا الحكومة العراقية حقيقة بالاهتمام بقضية المغيبين وحل هذا الموضوع، لأنه أغلب المناطق اللي تم تغييب عدد كبير من أبنائها يعرفون الفصائل المسلحة التي داهمت مناطقهم ويعرفون على وجه الدقة يعني الأشخاص اللي قاموا باعتقال أبنائهم في مناطق الرزازة وفي مناطق الصقلاوية وفي مناطق صلاح الدين وجنوب الموصل والموصل والأنبار حقيقة وجرف الصخار في محافظة بابل. حقيقة هناك أعداد كبيرة بالآلاف من المغيبين لا أحد يعرف عنهم، بالرغم من أنه منظمات حقوق الإنسان أكدت أنه العراق يعني يمتلك عدد كبير من المغيبين. الحكومة العراقية حقيقة غير جادة، يعني حقيقة تسليط الضوء على هذا الموضوع خجول جدا، ولربما يكون هناك تواطؤ. أنا أعتقد يعني ملف المغيبين هو ليست ملف إنساني وحقوقي وأمني فقط، بل هو ملف سياسي بامتياز، لأنه حقيقة يعني لربما يعني أكو هناك جهات ضاغطة على السلطة لغرض يعني عدم السماع أو استمرار هذا الملف، لغرض عدم يعني توديع أو لعدم محاسبة أشخاص يعني نافذين أو ضالعين بهذا الموضوع من قادة فصائل مقاومة أو قادة فصائل أخرى أو أشخاص مجرمين كانوا ضالعين بهذا الموضوع لكي لا يعني يتم محاسبتهم أو معاقبتهم. وإلا لماذا الحكومة العراقية لا تسلط الضوء على هذا الموضوع بالرغم من المطالبات الكثيرة من أهالي هؤلاء الأشخاص، وبالرغم من معرفة بعض فصائل المسلحة التي قامت باعتقال أعداد كبيرة من الناس في مناطق مختلفة؟ لكن الموضوع حقيقة سرعان ما عندما يتهم فصيل معين سرعان ما يصدر النفي لهذا الموضوع. هذا الموضوع هو طبعا من المواضيع الشائكة جدا، عندما توجه اتهام لفصيل معين أنه قام بعملية الاعتقال لهذا العدد الكبير من المعتقلين سرعان ما ينكر هذا الإجراء ويقول نحن ليست لنا علاقة بهذا الموضوع. طيب هذا موضوع معقد آخر. المشكلة الأخرى الذي نريد أن نسلط الضوء عليها حقيقة هناك مقاطع فيديو انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي تشير أنه فصائل مسلحة بعينها اقتادت يعني بالمئات أشخاص بالمئات وغيبتهم ولا أحد يعرف عنهم أين هم الآن. هل هم تم تصفيتهم مثلا؟ هل تم يعني إيداعهم في السجون؟ يعني طالبنا السيد الكاظمي والقضاء العراقي والمسؤولين مرارا وتكرارا يعني وضعنا على شريعة من الأمر، أين هؤلاء اللي تم اعتقالهم؟ هل تم قتلهم؟ بالمناسبة عوائل هؤلاء المفقودين يقبلون بأي نتيجة؟ يقبلون بأي نتيجة حتى إذا كان هناك يعني تصفية لهؤلاء التي تم اعتقالهم عليهم أن يعني يسلمون جثث هؤلاء الناس المغدورين إلى أهاليهم حتى الناس يعني تنتهي من هذا الموضوع. وإذا كانوا معتقلين فعليهم حقيقة أن يفصحوا عن مكان الاعتقال وأن يعني نعرف مصيرهم. هذا موضوع حقيقة مهم وموضوع شائك جدا. نحن مقبلين على انتخابات ونحن مقبلين يعني على يعني عهد برلماني جديد، على الحكومة العراقية أن تسلط الضوء والقضاء العراقي أيضا يسلط الضوء على هذا الموضوع وهذه الملفات الساخنة، ولا سيما هناك يعني مثل ما تحدثنا يعني مقاطع فيديو تشير إلى وجود عملية الاعتقال ووجود هذه الفصائل اللي تم اعتقال هذا العدد، لكن مع الأسف القضاء العراقي لا يتعامل مع هذه القضايا ولا حتى الحكومة العراقية تتعامل مع هذه القضايا، مما حقيقة يعني يثير يعني السخرية ويثير السخط لدى عوائل هؤلاء المغيبين. لماذا الحكومة العراقية تعطي ظهرها للمطالبة بالمغيبين؟ نعم هذه أسئلة وخاصة المغيبين في مناطق جرف الصخار ومناطق الفلوجة والصقلاوية ومناطق كثيرة في صلاح الدين. نعم الخبير الاستراتيجي الأستاذ محمد الحياني، شكرا جزيلا على تلبية دعوة الحوار. قناة دجلة تكفل لكم حق الرد، راسلونا على news@dijla.tv.